السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم درسنا عن مقدار صدقة الفطر. هلا خلينا نبدأ. بالحلقة الماضية خلصنا شروط وجوب زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر من غالب قوت البلد. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. والحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. الأقط هو مخيط اللبن يصفى من الماء ويجفف في الشمس ويستعمل في الشتاء، يعني شيء بيشبه اللبن يعني، ويجزأ الأعلى منها عن الأدنى ولا يصح العكس. فالبر القمح خير من التمر، والأرز والشعير خير من التمر أيضا، والتمر خير من الزبيب، على أن يكون الحب سليما فلا يجزئ الردي، كأن يكون مسوسا وأن كان يقتاته. يعني وبدك تعطي الشيء كصدقة فطر كل شيء يكون أحسن. يعني مثلا عم بيقولوا لك إنه مثلا هلا القمح خير من التمر، والشعير والرز خير من التمر، بس التمر أحسن من الزبيب، بس لازم يكون يعني صالح للأكل، صالح للاستخدام، ما يكون منزوع. ولو كنت انت مخبي يعني ما بصح انه تتبرع فيه كصدقة فطر. والصاع هو 4 أمداد، وهي 4 حنفنات بكف الرجل المعتدل، يعني 4 هيك، اي بمعدل 3 كيلو جرام تقريبا. فان كان تمرا وكان 8 كيلو متوسط الجودة منه 40 ليرة سورية كمثل، يعني هيدا تكون صدقة فطر 120 ليرة سورية تقريبا، يعني 3 أضعاف السعر. هلا وإن كان إخراج المال خير للفقير على حسب حال الفقير، فإن كان يصلح له المال فالمال أفضل، وإن كانت تصلح له المواد الغذائية فالمواد الغذائية أحسن. يعني يا أما المال إذا هو محتاج مال، وإذا ما هو محتاج مال فالمواد الغذائية أفضل. هلا رح نبدأ بجزء من العيد، معنى العيد، وبالحلقة الماضية منكمل، بالحلقة الجاي منكمل. هلا رح نبدأ بالجزء الأول منه. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. إن الفرح بفضل الله ورحمته مغفرة على أنواع الفرح. فالفرح الحقيقي هو الذي يستحق عليه المؤمن الجائزة يوم العيد، هو نعيم القلب ولذته وبهجته بإدراك المحبوب. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجائزة حين قال: إذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة، فإذا كانت غداة الفطر بعث الله تعالى ملائكة في كل بلد، فيهبطون إلى الأرض جميعا فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى ربكم الكريم يغفر الذنب العظيم. يعني ليلة العيد قبل العيد، يعني الليلة اللي قبل العيد رب العالمين بيرسل ملائكة لكل العالم بيصيحوا صوت ما بيسمعوا لا الإنس ولا الجن، بس بيسمعوا كل شيء خلال رب العالمين إلا الإنس والجن. كونوا عبدالي ومنقوم نعود رب العالمين، رب العالمين رح يغفر لنا ذنوبنا منقوم. فإذا برزوا إلى مصالح إلى مصلاهم يقول الله عز وجل: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي أشهد كم أني قد جعلت ثوابهم في صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي. يقول الله عز وجل: سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم هذا لأخرتكم ألا أعطيتكموه، ولا لدنيا إلا نظرت لكم انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم. يعني ملائكة بيسأل رب العالمين إيش إنه أعطي لعبدي هيك، يعني كأنه عم يحكي معنا بخاطبهم، إيش أجازي عبدي؟ قولوا له أنت بتجازي كيف ما بدك. رجع قال لهم إنه أنا جازيتهم صيامهم وأعطيتهم غفري ورحمتي ورضاي. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. تزورونا بالحلقة الجاي لنكمل معنا العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.